توجهوا برسالة إلى قادة العالم أجمع. استمعوا إلى شبابكم، شاركوهم أفكارهم وأحلامهم، املأوا قلوبهم بالأمل والحرية والدعم الذي لا نهاية له. افتحوا لهم أبواب الثقة واعطوهم مفاتيح القيادة. فلا حاضر بدونهم ولا مستقبل بغيرهم. هذه هي مؤتمرات الشباب، متنفس كبير للتعبير عن أمالهم وتطلعاتهم بكل حرية وشفافية، مع استجابة حكومية لكل توصياتهم وملاحظاتهم منذ كانت البداية، مع إطلاق عام 2016 عاما للشباب المصري. كما انطلق المؤتمر الأول للشباب تحت شعار ابدع انطلق بمدينة شرم الشيخ، ليصبح ملتقى للحوار المباشر بين الدولة ومؤسساتها المختلفة من جهة، والشباب المصري الواعد من جهة أخرى، والذي يأمل في مستقبل أفضل لوطنه. توالت بعد ذلك نسخ مؤتمرات الشباب فضلاً عن المؤتمرات الدورية للشباب من القاهرة لأسوان، للإسماعيلية، للإسكندرية، إلى المؤتمر الوطني السابع والذي انعقد في العاصمة الإدارية الجديدة في مشهد منظم ومعد جيداً، تضمن أكثر من 140 جلسة، وتحدث خلاله أكثر من 800 متحدث، وتجاوز خلاله عدد الحضور 14,000 من المشاركين، وهو ما مثل القدرات العالية لشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والذين يتولون تنظيم تلك المؤتمرات. هذا ودائما ما تتسم الجلسات المدرجة على أجندة مؤتمرات الشباب بموضوعاتها السرية، مع الحرص على تغطيتها مختلف القضايا التي تشغل فكر واهتمام الشباب المصري، بل الشعب المصري ككل، بعدة محاور هامة كالمحور الاقتصادي والثقافي والسياسي والتعليمي، إضافة لنماذج المحاكاة، فضلا عن جلسة اسأل الرئيس والتي تشهد توسيعا لدائرة الحوار بين رئيس الجمهورية وفئات الشعب المختلفة. هو ملتقى دوري للحوار المباشر والفعال بين الشباب المصري وممثلي الحكومة المصرية، حوار طموح وواعد لتحقيق مستقبل أفضل لمصر والمصريين. ذلك هو المؤتمر الوطني للشباب. من مصر، طارق أحمد.